اگلے شریک مقابلہ اور یہ آخری ہیں محمد لقمان. محمد لقمان وہ آتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اصطفی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لاداء الرسالہ واصطفى له من سائر الخلق أصحابا واصطفى له من سائر أصحابه وزراء يلازمونه ويؤازرونه ويشاركونه في الحل والترحال. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفزل. إخوة الإسلام، أجمع المسلمون على أن الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالات، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السور من القرآن. إخوة الإسلام، حديثنا اليوم عن رجل لا كالرجال وفذ لا كالأفزال. أبو بكر الصديق رجل عظيم القدر، رفيع الشأن، شديد الحياء، كثير الورع، ولم يشرب الخمر قط، ولم يعبد صنما قط. نصر الرسول يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفر به الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. أثنى عليه جل وعلا في كتابه، فقال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، وهو أول من أسلم من الرجال، وهو أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء ويدعى من أبواب الجنة كلها، وهو أول من أوذي بعد رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر وهو أول من جمع القرآن بين اللوحين، وأنزل الله في فضائل أبي بكر رضي الله عنه آية من القرآن، قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى واليتامى والمساكين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. إخوة الإسلام، هذا غيظ من فيض، وأعلم بأنني لم أوفي أبا بكر حقا، لأن سيرته العطرة لا يمكن ذكره
لا يمكن ذكره في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، والسلام.